أقول هناك طريقين أدت إلى غياب اللاعب العراقي بالشكل الملفت للنظر في الدوري السعودي، رغم أنه مفروض بالعكس يزيد. ليه؟ لأنه اليوم كل نادي سعودي يستخدم 7 عناصر أجنبية، كل فرق دوري محمد بن سلمان للكبار كل فريق يستخدم 7 أجانب، فمفروض أنه العكس، مو قلوا، المفروض أنهم زادوا. لكن أنا في تقديري، شوف، جيل منتخب العراق في 2007 اللي تفوق على المنتخب السعودي، وأنا كنت حاضر وشاهد على العصر وركبت أيضا مع المنتخب العراقي، رغم أنه فاز على المنتخب السعودي لكن كنت أؤدي عملي في صدى الملاعب كبرنامج لكل العرب احتفالا بهذه البطولة. لما تتحدث عن هذاك الجيل، من الطبيعي جدا، سواء من لاعبين في خط الظهر، من وسط، من مهاجمين، من حتى حراسة، هذاك جيل صعب أن يتكرر. ربما بالتأكيد جت أجيال سابقة بالنسبة للكرة العراقية وأسماء كبيرة وتفوقت وفرضت احترامها وفرضت اسم العراق في مرحلة من المراحل على مستوى الوطن العربي وآسيا، لكن هذاك كان جيل متكامل، خلطة وتركيبة يصعب أن تتكرر. وكان من خلال مشاهدتهم حتى قبل 2007، يعني مثلا نشأة أكرم احترف في نادي النصر ونادي الشباب قبل 2007، لا ولا بعد؟ لا صح، قبل 2005. اي، فأنا اللي أبغى أقوله أنه اليوم تحتاج الكرة العراقية إلى إعادة صياغة من الناحية الفنية، من ناحية الأكاديميات، من جميع هذه النواحي، لتقديم جيل آخر. اليوم فيه، يعني شفنا في 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 مشاركات قريبة، شفنا أسماء يعني متميزة، شفنا حتى بعضهم محترف في دوريات أوروبية. لكن صح، تحتاج الكرة العراقية إلى عمل كبير جدا جدا لتقدم لنا جيل آخر يضاهي الجيل 2007. يعني سمعنا احنا هذا الجيل، بس هذا